بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد شابتر 3 في الوان والخاص بالفريم ريلي. احنا قلنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على ال HDLC والتريبل بي، وعرفنا ان الديفولت انكابسوليشن كانت ال HDLC، ودي كل فيندور او كل شركة ليها نوع من ال HDLC خاص بيها. زي ما قلنا يا اسلام ان الديفولت انكابسوليشن بتاعتنا في الراوترز بتاعت سيسكو هي ايه شباب؟ او الوان انكابسوليشن سيسكو اتش دي ال سي. وقلنا ان في بعض المشاكل ان انا ما ينفعش استخدم اتش دي ال سي لو او سيسكو اتش دي ال سي لو الراوترز اللي عندي فيها نان سيسكو راوترز، فبستخدم التريبل بي او بوينت بوينت بروتوكول. وشفنا في بعض المزايا اللي موجوده في التريبل بي مش موجوده في الاتش دي ال سي، زي الايه؟ زي عندي مالتي لينكس، عندي اوثنتيكيشن، الكلام ده كله موجود في التريبل بي، ما كانش موجود فين يا شباب؟ في الاتش دي ال سي. طيب هنتكلم على البيزك فريم ريلي كونسبت. انا لو عندي نتورك بالشكل دوت عباره عن كذا مكان او كذا مدينه عايز اربطهم ببعض او عايز اعمل وان كونكشن، فبيبقى عندي في ليزد لاينز. الليزد لاينز ديت زي ما قلناها او اتكلمنا عنها زي التي 1 كونكشن او الاي 1. فانا عندي سبيدز معينه او السرعات بتاعه تي 1 معروفه او السرعات بتاعه اي 1 ليست، بتحجزها بتدفع بتبي كل ايه كل شهر او كل سنه، بيبقى كوستيف جدا او بيبقى اكسبنسيف. اوكي، فالاحسن قال لي ان انا بستخدم ايه شباب؟ بستخدم الفريم ريلي. بيقول لي ان الفريم ريلي بقى هو اكتر وان توبولوجي او وان تكنولوجي مستخدمه في العالم. ليه؟ لان هي ارخص واسهل بكتير من اي نتورك ثانيه. طب ليه هي ارخص؟ لان الفريم ريلي بيقدر يسبورت ديفرنت سبيدز. يعني ايه؟ مثلا احنا لو كل واحد مننا الكونسبت دوت سمعته قبل كده وعجبني جدا، لو كل واحد مننا نزلنا مثلا في اي كافيه او اي مطعم نشتري مثلا وجبه زي كنتاكي، لو نزلنا كلنا نشتري كنتاكي نسبه التحرير، لو كل واحد جاب وجبه اللي هي الدينر تمام ارخص، ولا لو جبنا كلنا وان فاميلي وقسمناها على بعض تمام كده؟ فهو نفس الفكره بالظبط بتاع الفريم ريلي، ان هو عارف ان الواحد مش هيستخدم الايه الباندويتس كله، فبيشير الباندويتس مع كذا واحد في نفس الوقت. اوكي، ده مبدئيا. وبعدين النتورك بتاعتنا بتاعت الفريم ريلي فليكسبل نتورك، الموضوع مفيش من جوه اي كومبلكستي، مفيش اي مابنج. انت كل الحكايه زي ما قلت لك عشان تبقى فاهم الفريم ريلي قوي، اكتر حاجه او اكتر اكزامبل هيربطنا بالفريم ريلي هو الكونسيبت بتاع المطارات. انت لو عايز تروح من القاهره مثلا، عايز تروح دبي، بتخرج من جيت نمبر 3 في مطار القاهره الدولي في صاله كذا تمام، مش شرط انك توصل في دبي في مطار دبي في نفس الجيت، صح كده ولا لا؟ تمام، هنشوف الكلام دوت كله ايه اللي مقصود بيه. فبيقول لي لو انا محتاج باندويتس معين فكنت بستخدم ايه التي 1 او الاي 1 كونكشن في الليست لاين تمام. فسرعات التي 1 ده معروف اللي هي زي ما قلنا التي 1 اللي هي عباره عن كام 24 دي اس زيروز، او كانت 1 بوينت كام يا شباب؟ 1.544 ايه ميجا بيت بير سكند. لو انا محتاج باندويتس اقل من كده بكتير ما كانش ينفع اخد اقل من ايه؟ من تي 1 كونكشن، فبالتالي كان بيبقى عندي ايه؟ كان بيبقى عندي لوسز كتيره جدا. اوكي؟ ده بيقول لي لو انت محتاج بس 7 دي اس زيروز او محتاج سرعات يعني بتاعت 7 بس سرعه معينه، فهي مش هتنفع تجيب السرعه اللي انت عايزها دي بالظبط، هتبقى كل هيبقى اقل حاجه تجيبها ايه يا شباب؟ التي 1 ليز لاين كونكشن. فيبقى انت عندك ايه؟ بتدفع كوست على حاجه انت مش مستخدمها كلها، او في مشكله في الافشنسي بتاعه الكونكشن بتاعتك. طيب الفريم ريلي بقى بيقول لي لا غير كده خالص. البروفايدر نتورك عباره عن ايه؟ انا عايز اقول لك على حاجه، الجزء دوت كلنا دلوقتي مالناش اي علاقه بيه. انت بتعب، انت شغال في الوان، في الوان من ناحيه ايه يا شباب؟ من ناحيه الكاستمر مش من ناحيه السيرفيس بروفايدر تمام كده. طبعا الشكل ده عباره عن ايه؟ ده الفريم ريلي سويتش. الشكل اللي قدامنا ده هو عباره عن السيمو ده بتاع ايه يا شباب؟ بتاع الفريم ريلي سويتش. اوكي شايفين معايا؟ طيب فبيقول لي ان الفريم ريلي الاوز مالتيبل ايه لينكس اوفر سنجل نتورك كونكشن. دي السنجل نتورك كونكشن اللي موجوده عندي، او دي النتورك بتاعتي، في كونكشن واحده اللي هي زي موجوده عندي مثلا في تورنتو هنا، دي منها بقدر ايه اكونكت
لكذا مكان تاني او لكذا لوكيشن عندي وبسرعات مختلفه، مش زي ما قلنا المره اللي فاتت بقى فليس دراين انت عندك اما تي 1 او اي 1 او تي 3 او كذا. لا، انت بتكستمايز الباندويث اللي اليوزر عايزه. اليوزر ده عايز باندويث كذا عشان يشتغل عليه ابلكيشن الفلاني، فانت بتبروفايد له الايه او السيرفيس بروفايدر بيبروفايد الايه السبيد اللي هو عايزه دوت. اوكي شباب؟ طيب بيقول لي ان الكاستمر او الكوست بيتحسب ازاي او ايه الصوره الموجوده في الكوست اللي عندي. بيقول لي الكاستمر بيبيع او بيدفع للوكال لوب. يعني ايه بيدفع لوكال لوب؟ بيدفع السرعه اللي هو واخدها بالظبط، تمام؟ and for the bandwidth ايه زي purchases ايه from the network provider. يعني هو بيقول انا عايز سرعه كذا، فبيديله السرعه السبيد عند اللوكال لوب عنده او السرعه اللي بياخدها بتكون السرعه الفلانيه، فده اللي بيحاسب عليها البروفايدر. distance between nodes is ايه not important، مش فارقه خالص او مش شرط او مش هيفرق معاك في الكوست. طب فليس دراين هيفرق ولا لا؟ هيفرق طبعا جدا. الميت بالحساب بيبقى ايه؟ بالسرعه بير ميتر. معايا كده يا شباب؟ طيب وده كان من اكبر عيوب الايه؟ ليز لاين. بيقول لي with dedicated lines customers pay for a an end-to-end connection، بيدفع ثمن اللاين كامل وبيدفع ايه؟ الباندوث لو محتاج باندوث ثاني في الايه؟ في اللوكال لوب بتاعه. ثاني انا في الفريم ريلي انا بقول انا عايز اربط مكان المقر بتاع شركتي اللي موجود في القاهره بالمقر اللي موجود في اسوان. ما بتفرقش لو انت واخد نفس الباندوث عن لو انت بتربط مكان شركتك في المعادي مكان شركتك في مدينه مصر. ده جاست وان كونكشن، تمام كده؟ لكن الليز لاين بيحاسبك بالميتر. المسافه بين التو لاينز دول مثلا 10 متر هتاخد سرعه كذا او اشتغل تي 1 كونكشن يبقى ثمنه كذا في الشهر. زادت متر هتدفع زياده اكتر. ودي ميزه في الفريم ريلي مش موجوده فين؟ في الليز لاين. بيتعامل عن لا هنشوف الكونكتيفيتي بتاعته، انا بتكلم عن المين كونسبت. ما هو الليز لاين برضه بيتعامل باي بي وبيشتغل بروتوكول زي تريبل بي مثلا، تمام؟ فين البروتوكول؟ فين البروتوكول؟ لا نوت بتاع مين؟ اها ليز لاين. الليز لاين انت لو محتاج باندويتس يشتغل بسرعه تي 1 فانت هتحط الكابلات العاديه مثلا زي كابلات التليفون مثلا. لو محتاج تشتغل حاجه فايبر تمام هيعمل هيديك لينك البروفايد سبيد اللي انت عايزها كليز لاين. معايا كده؟ محتاج تي 3 زي ما قلنا تي 1 هي عباره عن ايه؟ 24 دي اس زيروز. التي 3 هي كذا تي 2 كذا مع بعض تي 2 مع بعض كل تي 3. فانت بتعمل اجريجيشن لينكس فكل سبيد انت عايزها محمد بتدفع كوست عليها. تمام؟ بالاضافه الى الديستنس. اوكي كده حسين؟ طيب بيقول لي شيرد باندويتس ايه؟ اكروس لارجر بيز اوف كاستمرز تيبيكالي اللي هي بتشيرد ايه الباندويتس زي ما قلنا بيبقى عندي حاجه لينك واحد كذا واحد بايه؟ بيستخدموا نفس الباندويتس دوت او بيشيروا الباندويتس ده مع بعض. المين كونسبت بتاعنا تاني ان هي بتعمل ايه يا شباب؟ ان هي معتمده ان اليوزر مش في كل الوقت بيستخدم كل الباندويتس، وده عندنا كلنا في البيت فعلا. انت عندك في الاي دي اس ال هل كلنا بنشتغل بالفول سبيد بتاعتنا طول الوقت؟ لا طبعا. اوكي؟ طيب عندي ثلاثه مين كومبوننتس في الفريم اللي وان لازم افهمهم كويس قوي اللي هم الدي تي اي والدي سي اي والكومبوننت اللي في النص اللي بيربط الايه؟ اللي بيربط التو اكسس بوينتس او بيربط التو دي سي اي. اوكي كده؟ احنا فهمنا المره اللي فاتت كويس قوي، اعتقد ما حدش مننا عنده مشكله فيها، الفرق بين الدي تي اي والدي سي اي. حد من الناس اللي عنده مشكله في شابتر 2 عنده مشكله في البوينتس دي بس بالذات؟ دي تي اي يعني ايه طيب؟ ديتا تيرمينال اكويبمنت اللي هو عباره عن ايه؟ الجهاز اللي عند اليوزر او اللي عند الكاستمر اللي بيعمل ايه؟ اللي بيوصله بالديفايسز بتاعته، ومن الطرف الثاني بيوصله في الايه؟ في الدي سي اي. الطرف الثاني بيوصله في الدي سي اي. الدي سي اي دوت بقى هو اللي بياخد ديتا من الدي تي اي والثاني بيوصله ايه؟ للاي اس بي او السيرفيس بروفايدر بتاعته. مش لازم يكون انترنت سيرفيس بروفايدر. معايا كده؟ طيب فبيقول لي ان في الاول او زمان كان الناس كانت مستخدمه الاكس دوت ايه؟ دوت 25 وده قلنا ده اول بروتوكول كان مستخدم. هو الاكس دوت 25 كان باكيت سويتشد ولا سيركت سويتشد ولا ديديكيتد لاين؟ باكيت سويتش. برافو عليك. اوكي ده كان اول حاجه ظهرت في الايه؟ في الباكيت سويتشنج. وقلنا يعني ايه باكيت سويتشنج؟ انا عندي سيركت بس كل يوزر بيبعت ايه؟ بيبعت باكيت عن طريق تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، عن طريق ايه؟ اي نوع من انواع الانكابسوليشن زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت على اتش دي ال سي وتريبل بي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على الفريم ريلي.
اوكي. فبيقول لي ان الايه الاكس دوت 25 دلوقتي بقت ايه ليجاسي بروتوكول، بقت حاجه قديمه ما بقاش مستعمل كتير. ده بروفايد ايه الرايبل كونكشن، بيعمل رايبل كونكشن. ركز قوي بقى، رايبل كونكشن يعني ايه؟ يعني بيعمل لي في ايه فلو كنترول وفي ايرور كنترول. يعني لو باكت او لو فريم انت بعته يا اسلام، الفريم ده حصل فيه اي ايه اي 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 فيلير في الترانسميشن او اي مشكله، بيطلب ريترانسميشن. انا بتكلم على الفريم ريلي يا عمرو از لاير 2 بروتوكول، از لاير 2 بروتوكول، او بتكلم على اكس 25 سوري از لاير 2 بروتوكول، از لاير 2 بروتوكول، ما اتكلمتش على اللايرز الاعلى. تمام كده؟ يبقى كل اللي بيقوله لك كده سريعا يا شربيني بيفكرك ان كان في زمان حاجه اسمها اكس 25 بروتوكول، ده دلوقتي بقى بروتوكول ليجاسي او بروتوكول قديم مش مستخدم كتيرا. كثيرا البروتوكول دوت كان بيبروفايد ايه؟ ريلايبل كونكشن، بس كان بيستخدم ايه؟ ان ريلايبل كيبل انفراستراكشر. تمام؟ طيب كان بيبقى عندي فلو كنترول وعندي ايرور كنترول. دي الفيتشرز اللي عايز اقول لك اعرفهم كده سريعا عن اكس 25. اوكي كده؟ طيب الفريم ريلي بقى بيقول لي لا، بيقول لي ان هي عباره عن مور ريلايبل لاينز، لكن الاكس 25 كان ان ريلايبل لاينز. يعني ايه ريلايبل لاينز؟ يعني في الفريم ريلي نتورك او في الفريم ريلي كلاود، خلي بالنا احنا الفرق بين الفريم ريلي واي حاجه ثانيه هي الايه؟ الكلاود او الجزء اللي في النص دوت اللي هو ايه؟ الجزء الكلاود ده هو اللي بيفرق في الوان توبولوجي او الوان تكنولوجي من حاجه لحاجه ثانيه. يعني لو انت واصل اي دي اس ال نفس القاعد هنا هيوصل بالقاعد هنا، يوصل بالقاعد هنا كايه؟ كنتورك او كانترنت. تمام؟ لكن لو انت عندك في النص فريم ريلي سويتشز بتوصلها زي ما نشوف النهارده هاف اند سبوك او فول ميش او بارشل ميش، تبقى دي فريم ريلي وان. لو انت عندك اي تي ام سويتشز يعني شغال اي تي ام وان، لو انت عندك اي اس دي ان الحاجات القديمه زي التليفونات او كده هتبقى اي اس دي ان وهكذا. معايا يا شباب؟ طيب فبيقول لي ان الفريم ريلي بيستخدم الرايبل لاينز، لان يبقى كل بيوصل الفريم ريلي سويتشز مع بعضها بالرايبل ايه كونكشن، بس مش بروفايد ايرور كوركشن. بالرغم من الاكس 25 اللي قبليه كان بيبروفايد ايه يا حسين؟ ايرور كوركشن وفلو كنترول. بس بيقول لي لا، الفريم ريلي بيعمل ايه؟ منتهى البساطه لو حصل اي مشكله في الباكت بيعمل لها دروب، لو حصل اي تكشن لاي ايرور بيعمل لها دروب، بيمسحها. وبعدين يا مؤمن هستنى بقى اشوف اللايرز الابر لايرز. تمام، برافو عليك. الابر لايرز هي اللي بتعمل ايه يا شباب؟ هي اللي بتشوف بقى الايرور، ولو هو شغال دي سي بي هيطلب ريترانسميشن، لو شغال اي جي بي هيبعت الفريم بتاعك وخلاص. معاك يا باشمهندسين؟ طيب فبيقول لي ان السيسر ايرور ايه؟ كوركشن such as retransmission of data is left to the ايه؟ the end point او الابر لايرز. تمام كده يا شباب؟ طيب فريم ريلي هاندل ايه ترانسميشن ايرورز ثرو ايه؟ a standard cyclic redundancy check، اللي هو بيعمل سي ار سي، لقى الايرور بتاعتي فيها باكت اعملها دروب بس كده، ماليش دعوه بقى اقول لك ابعتها ما تبعتهاش ايه تاني، سيب الكلام ده كله لمين؟ للابر لايرز او الاند بوينتس في الايه؟ بتكون ميني فلاير 4. معاك يا شباب؟ فزي ما بيقول لي ادي عندي الايه؟ الفريم ريلي سبيسيفاي هاو داتا موفز ايه؟ بتوين ذا دي تي اي اند دي سي اي اوفر لوكال لوب. زي ما قلنا ادي الدي سي اي بتاعنا وادي الدي تي اي ناحيه اليوزر، وبيشوف بقى النتورك الداتا هتمشي ازاي. هنعرف جوه بعض الحاجات عن الداتا هنا بتبقى ماشيه ازاي، بس خلي بالك الكونسبت بتاعنا انا او انت في سي سي ان ايه مش هنعرف نهائي اللي بيحصل جوه. يعني احنا ما عندناش مثلا هنا في الشركه فريم ريلي سويتش، مش هعمل معاك فريم ريلي نتورك او فريم ريلي كلاود بمعنى ادق. تمام؟ انت كل الكونفجريشن بتاعك او كل المطلوب منك هو هنا. انا لما بعمل كونفجريشن للدي تي اي بتاعنا هو لازم الدي تي اي يكون كمبيوتر؟ لا، ممكن يكون ايه؟ راوتر، ممكن يكون راوتر. فمن الراوتر دوت هتوصل عليه سيريال للفريم ريلي وتوصل الناس بتاعك جوه عليه. الناس فاهمه يا شباب؟ انا عندي يا شربيني حاجه هنا او دي تي اي بتاعي هنا، ده ممكن يكون راوتر، السيريال بتاعه دوت بيوصلك على الفريم ريلي ايه كلاود. تمام؟ واي انترفيس تاني بيوصل باقي اليوزرز اللي عندك زي الجيت واي كده. تمام؟
بيقول لي ان الفريم ريلي، ثواني، الفريم ريلي وان از ايه؟ مش هو دلوقتي بيقول لي ان هي عباره عن ايه؟ مش اوف سويتشز انتركونكتد ايه؟ باي ترانك لاينز، اللي هو في فريم ريلي كلاود جوه، وممكن نبقى هنشوف دلوقتي واحنا شغالين كذا ايه معلومه عن ايه اللي بيحصل جوه. فكر عندك سؤال؟ الكلام دوت. ف بيقول لي ان انا عندي تو كومبوننتس، او بقى اتكلم هفرقهم لجزئين علشان اشوف ازاي الدي تي اي والدي سي اي بيحصل بينهم كونكشن. عندي في الفيزيكال لاير وفي الداتا لينك لاير، ان احنا قلنا الوان مينلي او بيحصل فرق ما بينها، او اقدر ادفرنشيت ما بين الوان واللان في لاير 1 ولاير 2 اللي هي الفيزيكال والداتا لاير في الاو اس اي موديل. بيقول لي الفيزيكال لاير دي بتديفاين الايه؟ الميكانيكال والالكتريكال والفانكشنال اند ايه؟ بروسيجرال اوف سبيسيفيكيشن فور ذا كونكشن. يعني مثلا يقول لك انت هتوصل بالكابلات سيريال، تمام؟ هتوصل بكيبل سيريال سنكرونس ولا اسنكرونس، هتوصل بكابلات الكونكتورز بتاعتها عامله ازاي؟ تمام كده؟ ده الفيزيكال لاير. بينما الداتا لينك لاير بتديفاين البروتوكول ازاي يحصل السبشن للكونكتور للكونكشن سوري ما بين الايه؟ ما بين الدي تي اي والدي سي اي. ازاي هقدر اوصل الراوتر اللي عند اليوزر بالبروفايدر ايه؟ سويتش. طبعا مقصود بروفايدر سويتش هنا هو الفريم ريلي سويتشز. تمام؟ طيب زي ما انا عندي كده ادي اليوزر زي ما قلنا، ده الدي تي اي ممكن بتكون بتاع اليوزر راوتر. تمام؟ بتوصله بالايه؟ بالفريم ريلي سويتش، وده الايه؟ الوان ايدج او الوان سويتش او الفريم ريلي سويتش. كل اللي بتعمله بتعمل ايه؟ بتكونكت دي تي اي تو بروفايدر فريم ريلي ايه؟ سويتش. ده الجزء الايه؟ او ده الشغل بتاعنا اللي احنا هنشوف ايه اللي بيحصل فيه. انت كل اللي عندك لو انت عايز توصل من A تو B، ايه اللي بيحصل يا شباب؟ المسج بتطلع من ايه؟ تعمل كونفجريشن، بتعدي جوه في الكلاود بيحصل لها ايه؟ بتاخد باص معين وتوصل الى الديستنيشن بي بتاعتنا. تمام كده؟ ايه اللي بيحصل جوه بقى ده؟ وازاي بتقدر تربط الراوتر A بالراوتر بالفريم ريلي، وتربط راوتر B بالفريم ريلي، وتقول لي للاي لو عايز ابعت لبي هيخرج ازاي؟ ده اللي حاصل. تعال كده نربط الاكزامبل اللي احنا قايلينه بالمجال الجوي. انا عندي عايز اروح من هنا لدبي، فانا عارف ان عشان اروح دبي هخرج من جيت نمبر كذا. تمام؟ جيت نمبر كذا البروفايدر او الشركه سوري الريل لاينز بتاعتي او شركه الطيران بتاعتي هي المسؤوله همشي ازاي الطياره بتاعتها تمشي ازاي. انا ككاستمرز ماليش في الترافيك بتاعها، مش اقول والله امسح ارتفاع كذا خلي الضغط بتاعك كذا ايا كان. تمام كده؟ وبعدين هوصل في الحته الفلانيه، اكيد هم عندهم شركه الاير لاينز او شركه الطيران بتاعتي عندها سكادول كده او عندها ماب بيقول له لو انت عايز تروح دبي هتخرج من الحته الفلانيه وهتوصل هناك في المطار الفلاني في الوقت الفلاني. تمام كده؟ بس انا كمسافر ده ما بيفرقش معايا الكلام ده كله. انا كل حكايه بحدد الديستنيشن بتاعي. تمام كده؟ طيب بيقول لي ان خطوط الطيران ديت بتكون محدده. يعني بيبقى عارف ان هو في المدينه الفلانيه هيمشي الساعه كذا لكذا في ارتفاع كذا، ما ينفعش يطلع عنده ولا ينزل عنه، يبقى عنده الماب معينه ماشي عليها. تمام؟ بيقول لي برضو الفريم ريلي بيكون عنده كونكشن بنسميه الفيرتشوال سيركت او الفي سي. ايه الفيرتشوال سيركت؟ الفيرتشوال سيركت سميناها فيرتشوال ليه؟ عشان هي نوت دايركت ايه؟ الكتريكال كونكشن فروم ان تو ان. يعني مش خط ثابت وديديكيتد للكونكشن ده بس. الناس فاهمه قصدي ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني لو جينا في السلايد اللي فاتت انا ممكن يكون عندي كونكشن كده من هنا لهنا، ده كده ممكن يكون كونكشن. تمام؟ في وقت تاني ممكن يكون عندي كونكشن تاني كده، بعدين من هنا لكده ويوصل للديستنيشن بتاعتي. تمام؟ هنعرف ايه الفيرتشوال سيركتس وايه الفرق بين البيرمننت والسويتشد، وبستخدم انهي منهم في الايه؟ في الفريم ريلي. اوكي يا شباب؟ بيقول لي الكونكشن ده هو عباره عن ايه؟ لوجيكال. يبقى نخلي بالنا ان انا عندي فعلا بعمل ايه بقى كبروفايدر؟ لو انا فريم ريلي بروفايدر بغطي كل الناس او كل اللان بتاع كل الوان بتاعتي بفريم ريلي سويتشز. تمام كده؟ طيب واشوف مين عايز يوصل لفين؟ مين عايز يوصل لفين؟ قام واخد كونكشن مدي السيريال كونكشن لمحمود وسيريال كونكشن لمؤمن. كده في ما بينهم ايه؟ فيرتشوال سيركت.
في اوريدي في كونكشن ما بينهم، كونكشن موجود، بس الكونكشن ده مش فيزيكالي ديديكيتد ليهم. ده ممكن في بعض الاجزاء يكون اسلام بيكلم عمرو على جزء من الكونكشن ده في نفس الوقت. معاك يا شباب؟ طيب عشان كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الباندويتس بيستخدموا اكتر من يوزر. اوكي؟ زي ما قلنا المين كونسيبت بتاعها الشيرد باندويتس. الفكره الرئيسيه فيها تاني ان هي بتعتمد ان مش كل اليوزرز بيستخدموا كل الباندويتس كل الوقت. اوكي؟ فبيقول لي any single site can communicate with any other single site without using multiple dedicated physical lines اللي هو concept of sharing للباصز. الباص او الكونكشن بتاعتي بيحصل له شيرنج، مش واحد بس اللي بيستخدمه. اوكي كده؟ طيب عندي نوعين، عندي switched virtual circuit او الاس بي سي والبيرمننت فيرتشوال سيركت اللي هي البي في سي. السويتش دي بيقول لي ايه؟ دايناميك كول سيت اب سيت اب اند ايه؟ disappears after when done. يعني انا عايز اكونكت ما بيني وما بين فلان مثلا خط التليفون، ايه اللي بيحصل؟ بطلب من عندي رقم بسام تليفون الارضي، فالسنترالات او خطوط المصريه للاتصالات بتعمل ايه؟ بتعمل سويتش سيركت ما بيني وما بين بسام. مجرد ما اقفل السكه انا او هو يقفل السكه خلاص السويتش سيركت دي ايه؟ بتختفي، مش موجوده. طلبته تاني بيعمل نفس الايه؟ السيركت ديت من اول وجديد. لكن البيرمننت بتكون ايه؟ بري كونفيجر، يعني ثابته. لو انا بقى شغال في فريم ريلي في البي في سي وانا عايز اربط محمود بمؤمن بيبقى عندي بي في سي ثابته لوجيكال ليهم. خلي بالك هي ثابته بس هي فيرتشوال. حد عنده مشكله؟ ازاي؟ انا جيت هنا في النتورك اللي احنا عاملينها قلت لك انا هشتغل باي كان اللي هي ديت اللان دي الباص دوت. الباص ده مش بس هما الاثنين دول اللي بيستخدموه. تمام كده؟ فهو عشان كده فيرتشوال. زي الكونسيبت اللي بتاع الفي بي ان، الفي بي ان انت الاثنين كانهم مربوطين ببعض، لكن ده فيرتشوال. تمام؟ فيرتشوال برايفت نتورك. في بي ان. ليه؟ انا بعمل هنا انكريبشن وهنا انكريبشن، فكان الاثنين ما حدش بيقدر يخش على الداتا بتاعتهم. هنا برضو انا عامل اللاين اللي بينهم دوت، خلي بالك ممكن يكون اللي هنا راوتر سي اللي فوق دوت واصل على جزء من نفس الكونكشن اللي ما بين اي وبي. تمام؟ بس كل واحد شايف ان هو ليه البي في سي خاصه بيه هو لوحده. عشان كده هي فيرتشوال. طب ليه بيرمننت؟ لان مش كل شويه بتتغير من الباص ده للباص ده. هي بتبقى ثابته. اوكي؟ فبيقول لي ادي بي في سي اولانيه بتربط المدينتين اللي عندي، ادي بي في سي ثانيه بيرمننت فيرتشوال سيركت ثانيه، وادي فيرتشوال بيرمننت سيركت ثالثه. لو انا كده انا قدرت اربط ايه؟ كل تو سيتس او كل تو سايتس عندي ببعض. تمام؟ وشفنا هنا ان في شيرنج، في اكتر من ايه؟ في اكتر من بي في سي بتستخدم نفس الفيزيكال كونكشن. وبالتالي فهي كده ولا تبقى سيركت سويتشد ولا تبقى ليزد لاين. صح ولا لا؟ لان ليزد لاين الخط بتاعك انت يا شربيني ما حدش غيره يقدر يستخدمه، حدش غيرك سوري يقدر يستخدمه. تمام؟ الفيرتشوال سوري السيركت سويتشد زي التليفونات. السيركت بتبقى معروفة وليك انت لوحدك، ما ينفعش اتنين يستخدموا نفس السيركت في نفس الوقت. لو عشان لو انت جيت عشان كده مثلا لو في وقت معين في ضغط على التليفونات ما يقدرش كل الناس تتكلم في نفس اللحظة. تمام؟ انت عندك مثلا زي في السنترال بتاعك عندك 1000 سيركت، لو ال1000 دول بيزي خلاص تيجي تستخدم اي تليفون وتلاقي التليفون ما بيجمعش. اوكي؟ فبيقول لي كل سايت بيدفع ايه؟ الكونكشن بتاعته بس للبروفايدر عشان يوصل الدي سي اي بتاعته. فعشان كده جمله بسيطه جدا بيقول لي في سي ار ديفايند باي دلتي. حد عنده مشكله؟ في سيز ار ايدنتيفايد باي دلتي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ بيقول لي يعني ان انجلش هي عباره ان فيرتشوال سيركتس ار ايدنتيفايد باي ايه؟ داتا لينك كونكشن ايدنتيفايرز. ايه الدلتي دوت؟ الدلتي ده ما اعرفش زي ايه. الدلتي ده بمنتهى البساطه هو بيقول لي هو اللي بيحدد انت شغال على انهي فيرتشوال سيركت. تبقى طريقه ايه؟ ادريسنج. لا هو بيايدنتفاير، بيقول لك هو بيايدنتفاير، هو بيحدد. يبقى طريقه ادريسنج. طريقه ايه يا شباب؟ ادريس. يبقى الدلتي اللي عرفناه دلوقتي هو اللاير 2 ادريس بتاع الداتا لينك بتاع الفريم ريلي.
لاير 2 ادرس او الداتا لينك ادرس بتاع ايه شباب؟ بتاع الفريم ريلي. بيعبر عن ايه بقى؟ الماك كان عندنا في اللان كان بيعبر على الفيزيكال ادرس بتاع الان اي سي بتاعي، صح كده يا بسام؟ هنا بقى بيقول لي ان الفيرشوال سوري الديل سي بيحدد انت شغال على انهي فيرشوال سيركت. قد تكون الفيرشوال سيركتس ديت بي في سي او سويتشد فيرشوال سيركتس، تمام؟ فبيقول لي ان الديل سي فاليوز ار ايه؟ اسايند باي فريم ريلي سيرفيس بروفايدر. السيرفيس بروفايدر بتاعي اللي موصلني الفريم ريلي بيقول لي انت عايز تكونكت كذا بكذا، اوكي؟ اشتغل على ديلسي رقم كذا. هو بيأساين ديلسي. نفس الكونسيبت ما قلناه، شركه الطيران بتقول لي لو انت عايز تسافر من هنا لدبي اخرج من صاله 3 على صاله 1 سوري مثلا على بوابه رقم 3 جيت نمبر 3. معايا كده؟ فهو زي ما هنا الايرلاينز هو اللي بيقول لي هسافر على انهي من انهي بوابه، هنا برضو بيقول لي السيرفيس بروفايدر بتاعي هو اللي بيقول لي هت ايه؟ هتشتغل على انهي ديلسي. الجملة دي مهمة جدا 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 جدا. بيقول لي ان الفريم ريلي ديلسيز اونلي ايه؟ هاف لوكال ايه؟ سيجنفيكانس. يعني ملوش أي معنى غير لوكالي. يعني من هنا لو أنا عايز أروح دبي أطلع من بابا رقم 3 في مطار 1. تمام؟ مش معنى كده نهائي إن أنا لما أروح هناك لازم أنزل فين؟ في بابا رقم 3 في مطار 1. الناس فاهمة ولا لأ؟ انت عندك بقول لك انت عندك كابل السيريال بتاعك موصله بالسيرفيس بروفايدر. الدلسي ملوش معنى غير في ناحيه بتاعتك انت بس، ملوش دعوه الناحيه الثانيه بيوصل ازاي او بيوصلك بمين. تمام كده يا شباب؟ بيقول لي ان الدلسي ايه فاليو اتسيلف از نوت ايه مش ثابته عند الايه عند البروفايدر. يعني ممكن يديني دلسي ويديني دلسي ده لواحد تاني. الناس فاهمه؟ الدلسي هو لوكال بس ملوش اي معنى غير لوكال، وهنشوف الكلام ده دلوقتي حالا. بيقول لك سيمبلي ايدنتيفاي ايه فيرتشوال سيركت تو اكويبمنت ات اند ايه ات ان اند بوينت اند اتس ايه اونلي يونيك اون ذا فيزيكال شانل في البيرم او البي في سي او في البريم ريلي. هو بيرمننت. يعني ايه بيرمننت؟ يعني ثابت طول ما في طول ما انت بتدفع للاي اس بي انا عايز يوصل لك الايه فريم ليه كونكشن دوت. تمام؟ انت ليك سرعه ما بتقلش عنها او السرعه بتاعتك. هنشوف ان احيانا انت ممكن تزيد عن سرعتك. احيانا ممكن تزيد عن السرعه بتاعتك. تمام؟ بس السرعه ديت ما بتبقاش ايه؟ ليك انت. هو زي ما قلنا بيعمل شيرد كونكشن. بيعمل شيرد كونكشن او الناس بتشير باندوتس مع بعضها. انت ليك سرعه معينه انت بتاخد السرعه بتاعتك ديت. هذا فريم ليه كونكشن. تمام؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ زي ما قلنا كده انا عندي هنا جيت على الراوترز بتاعتي، تعال نسميهم ادي راوتر A و B و C و D. فبيقول لي هنا في دلسي رقم 201 وفي دلسي رقم 319 ودلسي رقم 624 ودلسي رقم 102، هل في اي علاقه بينهم؟ تمام؟ فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اكونكت بقى من عندي لعند حد تاني. لو عايز اروح من هنا من ال بي مثلا، اوكي، هروح من ايه؟ من على دلسي 102 على الباص ده مثلا كده سوري، وهنزل هناك على ايه دلسي 201. هنشوف الكلام ده كله. تمام؟ بس بيقول لي خلي بالك ان الايه دلسي سيمبلي ايدنتيفايز فيرتشوال سيركت تو ذا اكويبمنت ات ان اي اند بوينت and it is only a unique on the physical channel where they are side. يعني مكان ما هم محطوطين ما بيتكررش. يعني ما ينفعش هنا على راوتر A يبقى عندك دلسي 102 ودلسي 102 تاني. الناس فاهمه الكلام؟ لوجيك. ما ينفعش اما اقول لك انت رايح دبي اطلع من مطار رقم 1 بوابه 3 وتخش تلاقي كذا بوابه اسمها 3 في مطار 1. الناس فاهمه؟ لكن ممكن في مطار 2 في مطار القاهره تلاقي في حاجه اسمها بوابه رقم 3. معايا؟ ممكن في السيزونال او في الصاله الموسميه اللي هم عملوها بتاع الحجاج دي مثلا يكون في بوابه 3. الناس فاهمه قصدي ولا لا؟ لكن لوكالي في مكانه هو او على الانترفيس بتاعه هو لازم يكون الايه؟ الدلسي واحد مش بيتكرر الرقم بتاعه. معايا كده يا شباب؟
فبيقول لي ان فريم لي ايه a frame moves across the network a frame lay labels او بيحط له ايه بيحط لكل فيرتشوال سيركت دلسي اللي هو قلنا بيحدد كل فيرتشوال سيركت عن طريق ايه الدلسي بتاعها. This is stored in the ايه in the address field هو بيعتبره address of every frame to tell the network ايه how the frame should be routed اللي هو الدلسي بيتحط في الادرس فيلد في مكان الادرس علشان يعرف النتورك بتاعته ده هيحصل لها راوتنج ازاي. بمعنى لو انت عندك الدلسي بتاعك هنا 103 فالدلسي 103 وانت خارج من ايه من راوتر اكس مثلا فمعنى انك رايح لراوتر واي او رايح للديستنيشن الفلانيه. هنشوف الكلام ده كله بيتعمل له مابينج ازاي. اوكي خلي بالك ان الفريم ريلي سيرفيس بروفايدر اساين دلسي ايه نمبرز هو اللي بيأساين دلسي نمبرز في بعض النمبرز بيبقى ايه ريزيرفد اللي هم من 0 ل 15 ومن 1008 1023. نفهم من كده ان الدلسي بيتغير من كام لكام؟ من 0 ل 1023. في بعض الجزء الريزيرفد الجزء اللي هنشتغل عليه او دايناميك رينج هو بيكون من كام لكام؟ من 16 لايه؟ ل 1007. يعني ايه دايناميك؟ يعني الاي اس بي بتاعي او السيرفيس بروفايدر بتاعي بيديني رقم من الرينج دوت. مش انا اللي بختار الرقم ده بمزاجي. الناس فاهمه؟ بمعنى ايه الكلام دوت؟ معنى لو انا عايز لو انا قلت انا عايز اوصل من A ل B عايز اوصل هنا من الراوتر ده للراوتر ده ايه اللي هيحصل؟ هقول لك انت هتدخل من هنا على دلسي الفلاني وهتعدي على الباص ده والباص الثاني والباص الثالث لحد ما تنزل هنا على دلسي 201. اوكي؟ ازاي الكلام ده بيتم؟ الناس فاهمه ولا لا؟ انا عايز اقول لك دلوقتي انا عايز اطلع من A اروح ل B سوري بلاش اي وبي عشان هو مكتوب في السويتشز بتاعتي في الريلي سويتشز. عايز اطلع من اكس اروح لواي. اوكي كده شباب هنشوف بقى في النص السويتشز دي ايه اللي بيحصل فيها. هاجي على اول سويتش عمل زوم عليه تمام قال لي انت عندك ادي اول سويتش سويتش اسمه ايه اسمه بي. انت هتخرج منين؟ هتخرج من بيقول لي ايه اتش فريم ريلي سويتش ويل هاف ايه ا تيبل عنده تيبل. التيبل ده بيقول له ازاي بيبيلد الفيرتشوال سيركتس ازاي بيوصل الفيرتشوال سيركتس ببعضها او الفيرتشوال سيركتس ماشيه ازاي. الناس فاهمه كده يا شباب؟ تاني انا عندي هنا في الاول عندي كل اللي بقول لك عليه انت عندك الاند يوزر كل عنده الدي تي اي بتاعته بيوصل على دلسي فلاني من الايه؟ من السيرفيس بروفايدر وهو بيوصله للديستنيشن التاني. خلي بالك الفريم ريلي انا بربط مكان بمكان تمام كده يا شباب؟ مش زي الانترنت فانت اي حد في اي حاجه يخش على اي موقع هو عايزه. الناس فاهمه؟ لكن انا عايز اربط مثلا سايت بتاعي بسايت تاني فبربطه ثرو فريم لاي كونكشن بسويتشات فريم لاي سويتشز مختلف على السويتش بتاعتنا تماما هنا. نفس الايه؟ اه بس بسرعه معينه تبقى شغاله زي ما هي. يعني مثلا ممكن يكون عندك ايه؟ ممكن يكون عندك حاجات بقى مايكروسوفت ممكن يكون عندك مثلا عشان الناس تبقى فاهمه ممكن عندك دومين كنترولر وبيعمل ايه؟ ريبليكيشن مع واحد تاني في مكان سايت تاني خالص مختلف عنه. تمام؟ فهو هنا بيقول لي هيبقى عندك كده بقى ادي عندي فيرتشوال سيركت رقم 21 تطلع من على بورت نمبر 0 والدلسي بتاعه 222 والفيرتشوال سيركت رقم 22 البورت الفلاني البورت بتاع السويتش بتاعي والدلسي بتاعه كذا. تمام؟ وسويتش تاني والتالت وهكذا. بحيث ان لو انت طالع من عندك من هنا الدلتي بكام؟ 102 يبقى الدلتي بتاعه كام؟ الفيرتشوال سيركت رقمها 102 من على جاي له مع الفولت 0. الناس فاهمه احنا بنبني التيبل ده ازاي؟ وبعدين هيطلع من هنا بي سي اي فيرتشوال سيركت رقم 423. مين اللي بيعمل الكلام 32 مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ الاي اس بي. الاي اس بي هو اللي بيحط الادرس اللي دوت. محدش يقول لي اشمعنى انا رقمي 101 واللي هناك ده رقم 432. تمام؟ ده ديزاينر بتاع الايه؟ السيرفيس بروفايدر. وهكذا يطلع من بورت نمبر 4 هيجي سوري من بورت نمبر 4 ويطلع من بورت نمبر 1. الناس شايفه؟ وطلع على بورت نمبر ايه؟ بورت نمبر 1. بعد كده انا عندي سي هيجي له 119 جاي له من بورت نمبر 4 بتاعه سي وهيطلع على بورت نمبر مثلا كام؟ 3 579 هيقوم مغير الرقم 579 ويطلعه وهكذا. معايا يا شباب؟ الارقام دي بتتغير نعم؟ بتتغير الاي اس بي بقول لك السيرفيس بروفايدر هو اللي بيعمل مابنج للكلام ده كله. بيقول له هيجي لك من هنا هيجي لك على البورت نمبر كذا يبقى جاي لك من الحته الفلانيه بدلسي كذا.
خرجنا على البورت الفلاني ودي ريزلتس كذا. ده اوتوماتيك. لا يعني اوتوماتيك بالنسبه لي انا. لكن في حد بيعمل كده. اللي هو مثلا زي ما بقول لك كيشن بيني، انت لو مسافر من هنا سي لامريكا، فما ينفعش زمان في الطيارات كان ينفع تطلع دايركت. لازم تنزل ترانزيت مثلا سي في دبي، بعد كده تنزل سي مثلا في لندن مثلا. فانت لما بتنزل من هنا للقاهره بتنزل في المكان الفلاني في دبي، بعد كده بتنزل في المكان الثاني في لندن مثلا يعني كده. هي نفس الفكره، انت البروفايدر هو اللي بيقول لك ايه هتمشي ازاي، وهتغير الديتيلز بتاعتك ازاي وانت ماشي، وهتدخل مع انهي اكزيت انترفيس. معاك يا شباب؟ كده انا وصلت لايه؟ الداتا بتاعتي عديت على كذا، او الديتيلز بتاعتي اتغيرت كذا مره في النص. نرجع تاني، انت قلت لنا ان الفيرتشوال سيركتس هي عباره عن ايه؟ اني سنجل سايت كان كوميونيكيت ويز اني اذر سايت وزاوت ايه؟ يوزنج مالتيبل ديديكيتد فيزيكال لاينز. انت عندك فيرتشوال سيركتس ونفس الايه؟ الباص اللي احنا قلناه. اوكي يا شباب؟ طيب لو انا بقى عندي مالتيبل فيرتشوال سيركتس، بمعنى احنا قلنا اللاين الواحد في اكتر من فيرتشوال سيركت زي ما احنا شايفين، صح كده ولا لا؟ انا عندي هنا في اكتر من ايه؟ في اكتر من فيرتشوال سيركت على نفس الفيزيكال كونكشن. فبيقول لي ان الفريم ريلي از ايه؟ ستاتيكلي مالتيبلكس، بيعمل ستاتيك مالتيبلكسنج بحيث لو ان هو بيترانسميت اونلي وان فريم ات ا تايم، بيبعت فريم واحد في تايم معين. بط ميني لوجيكال كونكشن كان ايه؟ كو اكزيست، بيكون موجود مع بعض اكثر من كونكشن. تاني انا عندي ممكن يكون في لينك في النص، اللينك دوت كل يوزر يقدر يبعت من خلاله فريم واحد ات تايم، بس ده موجود في اكتر من فيرتشوال سيركت. فعن طريق فايند فيرتشوال مالتيبلكسنج او ايا كان، عن طريق نوع معين من المالتيبلكسنج، فكذا يوزر ممكن يبعتوا في نفس الوقت. الناس فاهمه؟ انا عندي فيرتشوال سيركتس، الفيرتشوال شانلز ديت كل واحد ممكن يبعت عليه. بس اهم حاجه تبقى عارفها بقى ايه هي؟ دي حته هنعرفها قدام لما نعرف كل كونسبت معناه او كل فاليو معناها ايه. انت ما ينفعش يكون عندك كابل بيسبورت 1 جيجا مثلا وتبعت عليه 2000 واحد كل واحد بيشتغل ب 1 ميجا. صح يا محمود؟ موت صح؟ هو ايه اللي لا؟ الارقام اللي احنا قلناها كانت ايه؟ طيب بيقول لي multiple virtual circuits on a single physical line are a distinguished، يعني متعرفه بيكوز اتش فيرتشوال سيركت ليه الايه؟ ليه الاون ديتس بتاعه، صح كده ولا لا؟ فانا عندي كل فيرتشوال سيركت معرفه تماما بعيد عن الثاني عن طريق الايه؟ الديل سي الديل سي سوري بتاعها. ريديوس ايه؟ ريديوس ذا اكويبمنت اند نتورك كومبلكستي ريكوايرد ايه تو كونكت مالتيبل ديفايسز. عشان تقلل الكومبلكس بتاع النتورك بتاعتك، فانت محتاج ايه؟ تعمل كذا مالتيبل ديفايس بحيث ان يبقى عندك كونكشن او الكلاود بتاعتك تبقى فيها اكتر من باص. اوكي؟ كوست افكتيف ايه؟ ريبليسمنت فور ايه؟ فور اميش اوف اكسس لاينز. يعني انت بيبقى عندك مش موصل كل الناس دايركت في بعضها، فانت كده بتقدر ايه؟ تقلل الكوست بتاعتك لو انت قدرت ايه؟ تعمل فور مش وتبروفايد الباص اللي انت عايزها كلها. مور سيفنج ارايز طبعا بيوفر في الايه؟ في الكوست بتاعي، خصوصا لو انا عندي ايه؟ لو انا استخدمت الايه؟ في الافرج باندوث. يعني احنا قلنا انت ممكن لو عملت ليز لاين او ديكيتد لاين لكل واحد بالسرعه اللي هو عايزها، فانت كده تدفع بقى ايه؟ كوست اعلى بكتير. لكن لو انت شفت ان انت عندك اكتر من كذا يوزر بيأكس نفس اللاين في نفس الوقت، فانت كده بتستخدم ايه؟ بتستخدم الافرج باندوث بتاعته، فانت كده بتقلل الايه؟ بتقلل ايه يا شباب؟ بتقلل الكوست بتاعك. الناس فاهمه؟ ما بعملش كل واحد ديديكيتد لاين. نفس الكونسيبت اللي قلناه في الاول، ان بجيب لكل كل واحد مننا بيجيب ورقه خاصه بيه، احنا كلنا بنجيب حاجه كبيره وبنقسمها مع بعض. اوكي؟ سيرك كده انت الباندوتس اللي هو بمعنى يعني انا عايز 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 اتفق ما بين حاجه. الباندوتس في الـ او السبيد بتاعتك او الباندوتس في اللان دي معروفه، فاست ايثرنت 100 ميجا بير سكند وهكذا. الوان بقى في حاجه اسمها باندويث، ده اللي بيستخدم از متريك في الايه؟ في الراوتنج في الاو اس بي اف او الاي جي ار بي. تمام؟ لكن السرعه بتاع الترانسميشن ليها علاقه بالكلوك ريت.
او الانكابسوليشن، تمام؟ ودي هنقولها دلوقتي. يعني الباندويت كفاليو معروف بتاع الكابلات الايه؟ بتاع الكابلات اللان، تعرف سرعه كل كابل قد ايه. لكن نفس الكابل الوارد ممكن تكون سرعته مختلفه، او انت تقول له اشتغل بكروت كذا او باندويت كذا. اوكي. زي ما ينفعش اكسيد الباندوس بتاعه، دي هنقولها بقى. ان عندك في حاجه اسمها، لسه هنشوف في حاجه اسمها سي اي ار، وفي يعني في فاليوز كده كتير هنعرفها، اللي هو ما ينفعش ان زي ما قلنا الفيرتشوال او الكابلات اللي انا جاي او السرعات الفيرتشوال اللي انا عاملها يكون مجموعها اكبر من الفيزيكال سبيد بتاعتي. هنعرف لكل واحد اسمه، هنعرف تتحسب ازاي في الاخر. اوكي. زي ما قلنا ان هو بيديك الايه؟ السرعه اللي انت عايزها. طيب بمنتهى البساطه بقى، ازاي الفريم فريم ريلي انكابسوليشن بتاعتنا بتتم؟ بيقول لي ان ادي نحط فلاج في الاول وفلاج في الاخر، بدايه ونهايه، والادرس بتاعنا. طبعا الدلسي بيكون محجوز له 2 بايتس، الدلسي بيكون محجوز له 2 بايتس. اوكي. هنعرف ايه السي اي ار، هنعرف ايه الكلام ده كله دلوقتي، بس بيقول لي وهنعرف الفاليوز ديت. خلي بالك ان انا عندي 2 دلسيز. عندي ايه يا شباب؟ 2 دلسيز، اللي هو ايه؟ انا هطلع من عندي فين وهوصل هناك على كام. الناس فاهمه؟ لكن اللي في النص لا يعنيني انا كايه، ككاستمر. الكلام ده موجود بقى محصول له، محصول له مابنج في الايه، في الكلاود بتاع الفريم ريلي. اوكي الاسلام معانا. تمام. اللي هو زي دي، بص يا مؤمن هقولها لك دلوقتي، هي زي دي. انت من عندك هنا، انت عند فانكوفر مثلا، انت بتطلع من 432 وتوصل عند 102. لا، اللي في النص ده بقى بتاع البروفايدر بتاعنا. البروفايدر هو اللي عنده المابس اللي احنا قلناها ديت، اللي هو بيبقى مكتوب مين هيمشي ازاي، اللي هي ده الماب دي عند الايه، او الفيرتشوال سيركت دي عند البروفايدر. لا انا فاهم، انا بتكلم، انا لو عايز من عندي اروح لعند مؤمن هطلع من 102 هوصل على 507. يعني انا عارف اوصل على كام؟ ايوه. ماليش بقى دعوه في النص لغايه هنا بقت 132 وهناك بقت 370 ورجعت على 415. تمام؟ ماليش دعوه بالفيرتشوال سيركتس الايه؟ ماشي ازاي؟ ان انا بالنسبه لي ككاستمر ليا بيرمننت فيرتشوال سيركت. ليا باص بري كونفيجرد او بري ديفايند. معايا؟ طيب بيقول لي ان الكلاود بتاعتنا او التوبولوجي بتاعتنا ليها ثلاث انواع. عندي في حاجه اسمها الستار اللي هي هاب اند سبوك، او الفول مش او البارشل مش. اول حاجه الهاب اند سبوك بيقول لي دي السمبلست ايه؟ وان توبولوجي، دي اسهل حاجه. هاب اند سبوك اللي هو او الستار بيكون عندك ايه؟ عندك زي نفس الستار توبولوجي بالظبط، زي كده بالظبط. تمام كده يا شباب؟ A central A site that acts as a hub and hosts a primary services. يعني عندك حاجه في النص اللي هو شيكاغو هنا مثلا، وباقي الناس واصله عليه. اوكي كده؟ هل لو انا رحت عامل كده حد يضايق يقول لي دي مش ستار؟ الناس فاهمه؟ اللي هي الشكل ده. سوري هنشوف. هو هنا دي الستارت بيقول لي ايه؟ اهي شايفين شيكاغو فين؟ اللي هي اللي تحت هنا دي شيربيني. اللي في النص ده لا يعنيني اي حاجه ككاستمر، ده الايه؟ ده السيرفيس بروفايدر نتورك، او ده الفريم ريلي كلاود بتاعتنا يا عمرو. دي لو الناس كلها دي تبقى ستار امتى؟ لو اللي هنا، لو حد مثلا موجود في سان جونز عايز يكونكت لحد في نيويورك لازم يعدي على شيكاغو. اوكي. هنا برضو نفس الكلام، ده اللي هي ايه؟ الهاب اند سبوك، اللي هي نفس الرسم اللي احنا رسمينها دي. اي حد عايز يوصل لاي حد تاني لازم يعدي على السنترال، ومنها يعدي على الديستنيشن بتاعته. مفيش كونكتيفيتي ما بين اكس وواي دايركت، لازم يعدي على زي في النص. اوكي. الفول مش بقى، لا كل واحد او في ايه، في كل التو سايتس واصلين ببعض. طبعا زي ما احنا عارفين من سمستر 1
الفورمولا بتاعت المش الفول مش ان في ان ماينس 1 على ايه؟ على 2. دي اللي هي لو انت ان دي اللي هي عدد الايه؟ عدد لا طبعا ان ديت عدد الدي تي ايز بتاعتك، عدد الدي تي اي او الراوترز بتاعتك تمام؟ والاوت بتاع الفورمولا ده اللي هو الكيو زي ما محمود زي ما قلت، برافو عليك، اللي هو عدد السايتس وعدد السيركتس. لو انت عندك 2 سايتس نعم عايز 1 سيركت، سيركت واحد تمام. لو انت عندك 5 ايه 5 سايتس محتاج 10 وهكذا. اوكي شبيه معايا؟ طيب الفول مش بيقول لي ايه؟ يوزنج ا فول مش بريميري نتورك 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 ديزاينر كان بيلد ايه مالتيبل كونكشنز سمبلي باي ايه كونفيجرنج اديشنال فيرتشوال سيركتس تو اتش اكزيستنج لينك. يعني الفول مش بتسهل الموضوع سهل جدا على الديزاينر لانه عنده كل الكونكشنز واصله ببعضها، بيختار ايه البيست كونكشن ويدنتيفاي الفيرتشوال سيركت بتاعت اليوزر بتاعنا تمام. مش محتاج لو انت عايز تزود اي حاجه مش محتاج اي اديشنال هاردوير، ان اوريدي انت عندك انفراستراكشر بتغطي كل الناس ببعضها. بس المشكله ده بيبقى بشع لو انت بتعمل ايه؟ لو انت بتعمل نتورك كبيره جدا، لو انت بتعمل لارج نتورك بيبقى الموضوع بالنسبه لك مش عارف ايه مين رايح فين تمام. فعشان كده بستخدم حاجه اسمها ايه بارشل مش. البارشل مش هي مش زي الهاب اند سبوك، مش زي الايه مش زي الهاب اند سبوك ومش زي الفول مش. انا ممكن اكون موصل كذا حاجه ببعضهم وفي شويه حاجات تانية بتتواصل مع بعضها. في مشكله كده يا شباب؟ هي نفس الكونسيبت اللي احنا عارفينه من زمان ان الستار والفول مش والبارشل مش، ده نفس الكونسيبت اللي احنا عارفينه من اول خالص من اول سمستر 1. الستار بيبقى عندك حاجه في النص والناس واصله من عليها، الفول مش لازم كل واحد يكون واصل بالباقيين دايركت في كونكشن بين كل الناس وبعضها. البارشل مش هي فيها بعض الايه يعني ممكن يكون كده ومن ده واصل لده ومن ده واصل لده بس ما فيش دايركت كونكشن بينهم كلهم او مش بيحقق الفورمولا بتاعت الفول مش اللي هي البارشل مش. اوكي طيب هناخد جزء صغير كده قبل البريك. بيقول لي ازاي عمليه الادريسنج او ازاي الادرس مابنج بتاعنا بيحصل في الفريم ريلي. زي ما قلنا انا عندي بيفور راوتر از ايبل تو ترانسميت داتا اوفر فريم ريلي اتنين تو نو ايه ويتش لوكال دلسي ماب تو لاير 3 ادرس اور ذا ريموت ديستنيشن. يعني انا عشان اروح هخرج من دلسي كام امشي ازاي اروح لدلسي كام من الناحيه الثانيه. معايا فرانتين؟ بمعنى ان انا هنا عندي بيرمننت فيرتشوال سيركتس معروفه وبري كونفيجرد وثابته وكل واحد عارف البصمه ما بينه والتاني، صح كده ولا لا؟ لو انا عند راوتر 1 وعايز اروح لراوتر 2 هوصل من همشي من على دلسي 102 اوصل على دلسي 201. طبعا كلنا عارفين ان مفيش اي معنى لعكس الدلسي ما بينهم وبين بعضها، دي صدفه. الناس فاهمه؟ مش شرط عشان طلعت من جيت رقم 13 انزل هناك في جيت رقم 31. وبيقول لك برضه خلي بالك ان الدلتا ده لوكال سيجنيفيكانت اونلي، يعني ملوش اي معنى غير لوكالي بس. الكلمه دي لازم ان شاء الله تبقى في امتحان الفاينل بتاع سيسكو النهائي اللي هو مش الوان ده الفاينل اللي هو الامتحان الاندستري. اوكي الدلتا ملوش اي معنى غير لوكالي بس. طيب فعشان كده ممكن تلاقي هنا برضه ممكن ده يكون دلسي 102 هو كمان، يعني ممكن الدلسي اللي هنا ده يكون 102 مفيش اي ما يمنع. معايا يا شباب؟ طيب ازاي بقى لازم يكون عندي، احنا قلنا الدلسي دوت ايه؟ عباره عن لاير 2 ادرس. لازم عشان يحصل كونكشن لازم يكون في طريقه للمابنج ما بين لاير 2 ادرس او الدلسي ولاير 3 زي الاي بي مثلا. زي ما كان عندنا زمان في اللان كان عندي بروتوكول اسمه الار الادرس ريزوليوشن بروتوكول. كان بيحاول من ايه يا شباب؟ الاي بي يديني الايه؟ الماك بتاعه، صح ولا لا؟ الار ادرس ريزوليوشن بروتوكول في ار بي تيبل اللي هو لو انا جيت على الجهاز بتاعي ده مثلا كده ورحت كاتب ايه؟ ار ماينس ايه هيعرض لي الار بي كاش. الناس فاهمه؟ الارب ده كل اي بي والماك بتاعه ودايناميك ولا ستاتيك. في مشكله كده؟ ده المابنج في اللان اللي هو الارب. هنشوف الدلسي ازاي بيعمل مابنج ما بين لاير 2 ادرسنج اللي هو الدلسي ولاير 3 ادرسنج اللي هو الاي بي فور اكزامبل.
طيب بيقول لي راوتر 2 عنده باكت عايز يبعتها لايه؟ ل 10.1.1.3 ادي راوتر 2 عايز يبعت لي ايه؟ للديستنيشن اللي هنا. تمام كده يا شباب؟ دي اول حاجه. ايه اللي هيحصل؟ الراوتنج تيبل هيقول له علشان تخرج هتبعت الترافيك دوت هتبعت منين؟ هتبعت من على السيريال ايه؟ 3 0 على 0 على 0. بصيت على الراوتنج تيبل لقيت الاكزت انترفيس، لو انت عايز تبعت اي حد في النتورك دي اخرج على السيريال ايه؟ 0 على 0 على 0. فهيعمل ايه؟ هيبعت عليه وهو خارج هيديله دنسي كام؟ 203. في مشكله كده يا شباب؟ طيب تاني اي ترافيك بيطلع من تي تي اي، دي تي اي في الاخر هو راوتر. الراوتر بياخد سيشنز اكوردنج لايه؟ الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل موجود فيه بطريقه ما ان لو انت عايز تخرج من توصل لحد 100 سوري 10.1.1.0 النتورك دي موجوده على الانترفيس اللي هو سيريال 0 على 0 على 0. وهو خارج لان السيريال ده معمول له انكابسوليشن فريم ريلي هيحط له لاير 2 ادريسنج كام؟ اللي هو الدنسي نمبر بتاعه، الدنسي نمبر المتعرف هنا كام؟ 203. في اي مشكله كده؟ وفي النص هيعمل ايه؟ هيعدي على السيرفيس بروفايدر بتاع الفريم ريلي، مالناش دعوه هتعمل فيه ايه لحد ما توصله لي على الديستنيشن اللي انا عايزه. حد عنده مشكله كده؟ فبيقول ان هي ايه؟ هتوصلني هتوصلني على الفيرتشوال سيركتس المتعرفه بالديلتي رقم ايه؟ 203 لحد ما يوصل للديستنيشن بتاعي. اوكي يا شباب كده؟ طيب المابنج بقى اللي احنا قلنا عليه، انت لو انت خدت بالك دلوقتي انا عندي في المابنج بتاع اللان الارض في نوعين، في ايه يا شباب؟ ايه وايه؟ دايناميك وستاتيك. نفس الطريقه برضو في المابنج ما بين الدلسي والاي بي عندي تو ويز او تو ميثودز، اما دايناميك ادرس مابنج او ستاتيك ادرس مابنج. الدايناميك ده عن طريق الانفرس ارب. عن طريق ايه يا شباب؟ الانفرس ارب. هو ايه الارب اصلا؟ احنا لسه قايلينه. الارب كان بيحول بيبقى عندك لاير 3 تاوبتين منه ايه؟ لاير 2 بروتوكول. لكن الانفرس ارب اسمه انفرس ارب ليه؟ لانك انت بتبقى عندك لاير 2 وتجيب منه لاير 3. بمعنى انت وانت خارج هنا الفريم ريلي انا عارف انا خارج على دلسي رقم كام؟ 203. صح كده ولا لا؟ دلسي 203 بقى المابنج بتاع الاي بي بتاعه كام؟ هجيبه منين؟ لو دايناميك هجيبه من انفرس ار. في اي مشكله كده؟ تاني انا كان عندي في اللاب كان عندي بروتوكول اسمه الادرس ريزوليوشن بروتوكول او الار، كان الغرض منه يعمل ايه؟ كنت انا عايز ابعت من عندي عند مؤمن، انا عارف الاي بي بتاع مؤمن بس انا مش عارف الماك بتاع الجهاز، صح ولا لا؟ فكان الار بيعمل حاجه اسمها ار ريكويست، يقول يا جماعه اللي الاي بي دوت يرد عليا بالماك بتاعه، فكان هيوصل لكل الناس، هيبعت برودكاست ايه؟ ارب ريكوست، هيرد عليه بريبلاي يقول له انا مؤمن فانا هعرف الماك بتاع مؤمن، وانا ببعت احط السورس اي بي والديستنيشن اي بي والسورس ماك والديستنيشن ماك. صح كده؟ ده الارب. احنا هنا بقى بيقول لك لا، في الفريم ريلي انت عارف هتبعت لمين، بس انت كل اللي عارفه ايه؟ اللوكال سيجنفيكانت بتاعك او اللوكال ديلتي بتاعك، هتخرج من على البوابه الفلانيه. تمام؟ هو بقى اللي عنده المابنج اللي ما بين الدلسي والاي بي اللي هو الانفرس ارب لو انت شغال دايناميك مابنج. في اي مشكله كده يا شباب؟ وبيقول لي الانفرس ارب ده انيبلد باي ديفولت. الانفرس ارب ايه؟ انيبلد باي ديفولت على الايه؟ على الفيزيكال انترفيس بتاعتك اللي انت مشغل عليها الفريم ريلي. حد عنده مشكله كده يا شباب؟ طيب الاستاتيك بقى الاستاتيك بيقول لي لا دي بتوفر رايد دايناميك ايه؟ بيوفر رايد دايناميك انفرس ارب مابنج باي ايه؟ سبلاينج ا مانيوال ستاتيك مابنج فور نيكست هوب بروتوكول ادرس تو ا لوكال ديلسي. يعني انا باجي بايدي اقول له لو عندك الديلسي ده خرجه على الاي بي ده. ماب الديلسي ده بالاي بي ده هيوفر رايد الايه؟ هيوفر رايد الدايناميك طبعا. ما ينفعش الاثنين يكونوا اكزيستنج. ما ينفعش يكون نفس الدلسي لاي بي واخده ستاتيك واي بي واخده دايناميك. الناس فاهمه يا شباب؟ فبيقول لي يو كانت ايه؟ يو كانت يوز انفرس ارب اللي هو الدايناميك اند ايه؟ اماب ستيتمنت. ما ينفعش تعمل ستاتيك ودايناميك
الاثنين لنفس الدلسي ونفس البروتوكول. يعني ما ينفعش الدلسي ده تديله اي بي اكس والدلسي ده تديله اي بي واي على نفس الانترفيس. الناس فاهمه ولا لا؟ لكن ينفع الدلسي ده تديله اي بي كذا ونفس الدلسي تديله اي بي اكس كذا. ده بروتوكول مختلف عن ده. الناس فاهمه قصدي ولا لا؟ لو انت شغال بالماك ده تديله اي بي فلاني دلسي 203 ودلسي 203 تديله قبل التوب او الادرس بتاع قبل كذا. معاك كده يا باشمهندسين؟ لكن ما ينفعش دلسي واحد تديله اي بي تديله اي بي ستاتيك وتديله اي بي دايناميك عن طريق يكون واخد اي بي دايناميك يا اسلام عن طريق ايه؟ الانفرس ارم بتاعتك. معايا يا شربين؟ حد عنده اي سؤال؟ اتفضل. طيب ده ذا راوتر بيقول لي اوكي بيقول لي ذا راوتر ايه at other end of the BBC doesn't support the inverse ARM for the protocol you are using. امتى بيحصل الاوفرايد دوت او امتى بيستخدم ده وما بيستخدمش ده؟ لو انا مستخدم ايه؟ هاب اند سبوك. مستخدم هاب اند سبوك اللي هو يعني عندي واحد سنترال والناس كلها واصله من عليه. تمام؟ ما ينفعش الدلسي الواحد يطلع لاكثر من ايه؟ من اي بي. هو المابنج 1 تو 1. اوكي؟ لكن طبعا في الفول مش فارقه لان الدلسي اللي عندي غير الدلسي اللي عندك ممكن يكون نفسه هو هو. يعني دلسي 102 عندي يكون الاي بي ودلسي 102 عندك يكون اي بي لان ده ملوش علاقه بده خالص. الناس فاهمه؟ طيب هناخد بريك.